shit. OJ, pay them niggas go, hey. Oh, we sell the clowns around, it look like circus show, hey. This is not the album either. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم احمد او اي جي تي افراد. بتلكم في فيديو جديد. اوكي، فيديو النهاردة هيبقى المراجعة كاملة لتحديث ماينكرافت فيرجن 1.2 الاسطوري. اوكي، ماينكرافت تبدأ ماينكرافت بيتا، وعادي دي حاجة مشكلة من تليفوني انه يقولك isn't responding، دي مشكلة من تليفوني مش من اللعبة، لكن اللعبة فيها أخطاء كتير. الصراحة يعني فيها أخطاء صراحة. يعني هتسألوني دلوقتي ايه اللي غير اسمك من اي جي كرافت لسو اف سو از ات؟ اوكي، ان انا عملت ساين ان في ال عملت ساين ان في ال اسمه ايه الاكس بوكس، فجاب لي اسم ما كنتش انا عايزه، كان اسم غريب ما كنتش اعرف اقراه اصلا. ففضلت اكتب اسامي كتير، يعني احمد جيمر واي جي كرافت، ويلا قعدت اكتب كتير لا مرضاش، فكتبت اي حاجه كده، بس مش كتبتها تك تك تك، لا كتبتها كده. دوست اعمل ساين، اعمل لوجن، مش ساين، مش فاكر، يلا مش عارف. يلا بس مش هستور عليك في الموضوع ده. المهم ان السكين بتاعي ما تغيرش. اوكي، وعملت ساين ان ليه؟ عشان اشتري الحاجات من الستور او انزلها من الستور، الحاجات الفري اللي هي الميوزك، بس ما نزلتش. عايزين بس سيتي وات ستور. ايوه كده كويس. للاسف مفيش ميوزك، مش عارف، مش راضي ينزلها، اعملها داونلود يجي لحد الاخر، اخر حاجه خالص، وما يرضاش ينزلها، ما يرضاش. انا دلوقتي ما عنديش نت اساسا، مش عارف اجربها معاكم. فيلا نبدا. طبعا هقول لكم السبب ان انا عملت فيديو تاني بنفس الموضوع، لان الفيديو الاول تقدر تقول انه كان يعني كان فاشل يعتبر، وانا اقول لكم كان فاشل ليه. ان صوت ماينكرافت كان عالي جدا جدا جدا، وكان في صوت هوا جامد حواليا، فما كانش في صوتي يعني يعتبر غير مسموع، وما عملتش مونتاج كويس، انا عملت اي كلام كده بس، انا كنت عايز انام، قلت لازم ارفع فيديو. فالنهاردة هيبقى الفيديو كويس ان شاء الله. اوكي، هنبدأ باول حاجة. لما تيجي تبدأ الدور، تبدأ تعمل دور جديد، هيجيب لك كده سورفايفل، انا حطيتها كرييتيف، والديفيكالتي كل حاجة زي ما هي. في وورلد بريفرنس، في بقى حاجات هنا، ستارتنج ماب تبدأ يديك خريطة معاك، وبونس تشيست هتلاقي بونس تشيست اشرحها لكم برضو، تشيست هتلاقي فيه حاجات تساعدك في السرفايفل، وتراست بلايرز انا مش عارفها. اوكي فهمتها، تقفلها، اشيل ممبر او مش ممبر، دي اللي انت يعني تقدر تتحكم في البلايرز. انا بقى فيزيتور، ما اقدرش اعمل اي حاجة، مقدرش اكسر بلوكات، اعمل اي حاجة. وممبر على حسب، اقدر اغير في الاوبشن. واوبريتور ده اللي انا اقدر اعمل اي حاجة، يعني اكسر، اجيب، اعمل كات. اوكي، والويز داي هنا بقى تشيت، عشان تشتغل بكل تشيتات دي لازم تفعل اول واحد اللي هو اكتيفيت تشيت، لو مفعلتوش مش اي حاجة منهم هتشتغل. والويز داي يا اما دو داي لايت سايكل، ده حاجة من الاتنين، يا اما اولويز داي يفضل طول الوقت نهار، ودو داي داي لايت سايكل العادي يعني. وفاير بريدز ده لو انت بتحط مثلا نار على الارض، او مش نار، ميه او لافا،
تحط اللافا، لو انت عامل لو اوف حط لافا لانها بلوكت لافا، انت مكانها واقف كده متتحركش، ميه كده لكن كده بتتحرك بقى، ودي انتي ده اكسبلود، هاتي انتي ما يفرقعش او كده ما يفرقعش يعني، ولا السكريبر يفرقع كده يفرقعه، وكيب انفنتوري دوت عشان لو مات حاجاتك تفضل معاك، موبز بوينج سبونينج قصدي، ده يخلي الموبات تعمل سبون، ده يجي لك يعمل سبون للزومبي سبون للكريبر سبون للحيوانات كلها يعني، البقر كل الموبات اللي فيه. ناتشرال ريجنريشن اكيد ده ناتشرال جنريشن، لو ايه ده اللي انت لو عملته اوف ممكن بتعملش جنريشن، ريجنريشن قصدي انك لو ضربت مثلا ضربت ضربة ما يرجعش دمك تاني لان تاكل كنت القتل وكده. وموب لوت مش عارف، موب جريفاينج برضو مش عارف، تايتل دروب برضو مش عارف، انتي دروب لوتينج برضو مش عارف، ويزر سايكل انا عارف ده بس نقفله احسن ولا لا خليه مفتوح كده. ابقى اوريكم كل السيتنج اللي فيه جديدة، شفت حاجات كتير، ويلا نعمل كرييت. وحاجة زيادة، لما تيجي تعمل كرييت بيبقى الشكل متغير، وبيعمل كرييت اسرع، وبيكتب لك زي كلاش رويال، اكتبوا لي في التعليقات كلاش رويال نلعبها مع بعض ولا لا، ما لعبتهاش قبل كده فعايز اشوف نلعبها ولا لا. هنا يكتب لنا والفايز كذا كذا كذا، يكتب لنا هنا تعليمات زي كلاش رويال. اوكي عملنا سبون على زيرو وحش قوي، اوكي احنا كده بدأنا، وكده البونس تشيست هو ده البونس تشيست اللي يجمعك على طول اول ما تبدا، تلاقي في شويه حاجات تساعدك وانت سرفايفل. طبعا انا مش هاخد الحاجات دي عشان انا محتاج الانفنتوري كتير كتير. اظن صوت عالي كده برضو عندكم، بس انا عندي يعتبر مش سامعه اصلا، وفات 7 دقايق من غير ما نبدا في اي حاجه. يلا بسرعه بسرعه بسرعه، يلا اول حاجه نبدا فيها الازاز الملون، ضافوا ازاز ملون اللي كل اللي كانوا بيلعبوا ماينكرافت طلبوه، مع ان انا شايف انه حاجه يعني مش يطلبوها قوي قد ان انت تستخدم الايد الشمال دي يعني. ودي الخريطه اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي ستارتنج ماب، دي كرييت شوف نفسك هنا، عملنا كريت في منطقة وحشة جدا بس هو على الأقل عرفنا إن هنا مية لحد فين، شايفين المنطقة اللي هنا دي لسه بتعمل ريندر ديستنس ورا هنا أهو كده شايف، لكن في مشكلة في التحديث ده، مشكلة كبيرة أوي بالنسبة لي، عيب كبير كبير. المشكلة دي ان احنا الريندر ديستنس الريندر ديستنس في سيتنج اخره 6، فاحنا ما نقدرش نشوف بعيد واللعبة بتلجلج جدا. اهو الريندر ديستنس فوق، طبعا غيرت اي حاجة هنا، اوكي الريندر ديستنس اخره 6 بس يعني قليل جدا، بعمله على الاقل كده بعمله 10 12 كده يعني 6 قليل قوي، وما تستقلوش الفرق بين 6 وال10 اللي هو الاربع شنكات دولت يعني 16 بلوكه في 4، شوفوا كام بلوكه وبالعرض يعني شوف كتير كتير. فيلا ما نتكلمش على العيوب، نتكلم في الحاجات الكويسه. اوكي الاساس الملون زي ما انتم شايفين ضاف كويس، مفيهوش جليتشات، بس في جليتشات كتير، مثلا في الازاز في الانفنتوري، شوفوا الازاز تحت في الانفنتوري، شوفوا الازاز هنا في الانفنتوري، شوفوا كده شوفوا في الانفنتوري تحت في ايدي،
في دي كويس جدا مفيش اي مشكلة. شوفوا في الانفنتوري يعني وحش شكله وحش جدا. وهنا كده خلصنا الصفحة دي صح. نخش هنا ونسيت اقول لكم اول حاجة هتشوفها استنى ما غير شكل الانفنتوري. وفي هنا الكرافتينج بيقول لك ليه ايه هو الكرافتينج بتاع ده اوكي. هشوف انت مثلا الكرافتينج عايزين ازاز ملون نجيب عشب مثلا نحط حوالي ازاز وكده 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 وكده. ماشي هنا يلا ندخل هنا عايز اوريكم في حاجة. مفيش حاجة جديدة هنا لكن في هنا اللي هو الارمر ستاند جديد جديد جديد. في معلومة عن الارمر ستاند هوريها لكم معلومة روعة. وده البيكن شكله وحش مش مخلي الشكل مش واضح. يلا يلا واو شوف الانفل وشوف شكل الانفل في الانفنتوري. عيب كتير عيب كتير اوكي. وفي البانر اخضر بس العيوب مش قد الحاجات الكويسه اللي هم ضافوها. الحاجات الكويسه كتير يعني لو تقولوا الاصدار ده احسن من الاصدارات اللي قبله. هنا مش اي حاجه جديده في حاجه واحده بس اللي هي البارات اوكي. مضافو ده مضافو دول بس دول الصوت مش بيشتغل مش عارف انا ليه. يمكن عايزنا ننزل الميوزك مثلا مش عارف. وده صاروخ مش بيفرقع اللي هو هنا ده اللي هو ديوريشن 1 مكتوب هنا مثلا ديوريشن 1 كده ما تشوفوه حطوا هنا كده تشوفوه. لا سوري كله اوكي. الصاروخ ده مش بيفرقع لكن الصاروخ لون كتير دي كلها بفرقع كل واحد مكتوب عليه لونه. ده مثلا بلاك اللي هو افضل حاجة تشوفها في النهار بلاك والوايت واللايت بلو كلهم روعة. ده زي ما تشوفوا لحظة واحدة علي صوت شوية لايت بلو روعة. شوفوا الأبيض وشوفوا الأسود روعة. واحدة وحاجة جديدة ضافوا الزرار اللي هو بتاع البوز فوق زي ما انتوا شايفين. وضافوا الكوماندات السريعة انك تدوس على سلاش اللي هنا دوس سلاش وفي أربعة ست سبون بوينت. ماشي هنا نعمل سبون بوينت هنا مكاننا. وفي تليبورت تليبورت هو اي جي كرافت او سو ده وعمل كده تايم تايم تخليه ميد مايك لو نص الليل ويزر كده تخليه كلير ورين وسامر ستورم خليه سامر ستورم عشان ما نعرفش نصور. نقفل الصوت نرجعه تاني. اوه شفت الساندر واو. لحظة 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 أبيض روعة ثاندر ستورم روعة. زي ما انتم شايفين المطر ما بقاش ينزل بلو طول كده ساعات بقى ينزل كده يعني بميل ميل يمين سنة. شوف شوف الثاندر يلا يلا مش مهم يلا 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 بسرعة. ويزر كلير اوكي
فين الشمس؟ الشمس اهي. اوكي مبروك عليكم التعدس الجديد، مبروك. يلا نشوف البرد تقدر تحطه، هو يروح على اي حتة، يروح على اقرب موب ليك. هيروح على اقرب موب، اقرب موب. انا مش سيبه غير لما نروح نشوف فين اقرب تاني موب، او تاني اقرب موب هيروحوا هنا مثلا، نحط لهم ده هنا. بس للاسف ما عنديش صوت، مفيش صوت. يرقصوا. واو اوكي. ده البغبغانات تلاقيهم يعني، او الباروتس تلاقيهم في الغابات، بس مش الغابة زي الحتة الصغيرة او اللي احنا فيها دي. اعتبروها دي الشرح بتاعت فيرجن 1.2 بس. اوكي واستخدام تاني اللي هو الفاير وورك، اوريكو استخدام تاني. اكيد اللي بيلعب ماينكرافت الكمبيوتر عارف الاستخدام ده. انت لما تطير بالليترا وينز تطير مسافة وتقع، تستخدم صاروخ طيارة مسافة طويلة خليك اسرع. تعال نعمل بالاسود بس. بيلاجلي ليه بقى؟ انا اقول لكم ليه بيلاجلي، عشان رمي الريستنس. شوفوا شوفوا مش قادرين نشوف هنا، وبيلاج كتير كتير كتير. ده لاج ده؟ اوه مش لاج. فين بقى مكاننا اللي احنا كنا فيه؟ هناك. كابوم. اوكي. والبانر يا حبيبي البانر. شوفوا شوفوا جليتش البانر. حط بانر كده. شوفوا جليتش البانر. مش ده الجليتش بتاع البانر اللي هو ده، هو اللي هو دلوقتي اكيد انا شفتوه قبل كده اللي هو ده. شوفوا البانر تحت الارض يعني، في جليتشات كتير. والبانر كمان لما تكسره لو انت كرييتيف بيطلع لك حاجة غريبة او عادي، ممكن حاجة عادية. فيلا تل اضافة تانية، شيل دول كلهم، خلي دول هنا كده ما بيعملش اي حاجة. نجيب دي، نجيب جولد، نجيب المرة دي دايما. اوريكم اضافة جديدة روعة، شوفوا. او هي مش اضافة جديدة بس هي شوفوا الدروع، كل حاجة جنبها حاجتها يعني. هنا الدروع على كل حاجة، كل درع فوق بعضه. دايموند هنا، دايموند عند كده مثلا، ده دايموند والجولد جنبه كده. وهنا الصور خشب والحاجات دي، كل حاجات خشب. وهنا كل حاجات الستون كده، شفتوها اكيد افضل. هنا كل الحاجات الخشب، هنا ماشي، هنا كل حاجات الستون، كل حاجات الاير، كل حاجات الجولد، وهنا كل حاجات الدايموند. اوكي ويلا نوريكو ده وده وده، نوريكو حاجة روعة. حط مثلا هنا، نلبسه ده وده وده وده، نمسكوا السورد وتعملوا سنيك تحت على الشمال، دوز دوزتين وتغير شكله، خليك انه بيرقص.
كده، بس انا هجيب لكم بقى اكتر حركه روعه جايه، روعه روعه. شوفوا واو، بس تضربه تلمسه لمسه يكسر. مثل ما بس يتكسر، شفتوا لمسته لمسة يتكسر. وهنا نلبس تاني كل الحاجات ونرجع كده تاني. شكله، شوفوا شكله، لحظة اوريكم حاجة روعة تعجبكم، انا متأكد انها تعجبكم. نشيل بس كل دول، متأكد ان اللي انا هعمله هيعجبكم، متأكد 100% انه هيعجبكم. شوفوا واو، خرافي روعة. سيبوا كل السكرين شوت، نون ايرور. اوكي خلاص، يلا ناخد السكرين شوت كده. اوكي شوفوا روعة. يا ترى نقدر نلبسه هلمت؟ انا ما اظنش ان احنا نقدر نلبسه هلمت. تعالوا نجرب. لا ما اقدرش. لا بقى بس كده، مش نكتب بيه ونحط صورة للفيديو ان شاء الله، بس للأسف الفيديو ده هيبقى طويل شكله مطول معانا، طول قوي. اظن ان احنا كده خلاص خلصنا الحاجات الجديدة، يعني مش اي حاجة جديدة، في حاجة جديدة مظنش ان في اي حد قالها، يعني بعض السكيلتونز بيبقى معاهم بوم طول. انا شفتهم كتير قوي في دور سيرفايفل، عندي دورين سيرفايفل شفت في اداني البو، عشان احنا بنتكلم على البو يعني، فحب يديني هو البو. هو شاطر يعني، شكله بيفهم اكتر سكيلتون بيفهم. انا شايف ان السكيلتون يعني اوكي. لحظة واحدة نعمل شكل جميل.
لافا وهنا اللي في النص كده في النص. يا ريتني جبت التورش معايا. ايوه بالظبط. اندرمان، واو اندرمان دخل لنا تحت. ياي شكرا، ادانا بلوك الجراس و اندر بيرد. يا راح بعيد اوي كده ليه؟ لا الحمد لله. اوه اندرمان تاني، واو اهلا. بلوك الجراس تانية لحظة، واو مات واختفى. يلا هاي بعدنا في اندر بريد تانية. البوك بتاعه ده مش مسحور ليه؟ ليه؟ الجليتش ده مش من اللعبة، ده من الجهاز بتاعي أو التليفون. أو ممكن يكون من اللعبة مش عارف. بس شوفوا شكله عامل ازاي. ستيف لو ضربته بالبو بي بي بيتعمل برضو كأنك لو ضربته كده. ف يلا مش عارف ليه مش راضي يترس بين ومعابه مسحور. تقدر تمسك حاجة في ايدك التانية لكن مش اي حاجة. اللي انا بعمله ده وغيره كمان شكل السهم في ايدك. انا بحط في ايدك التانية. زمان كان السهم بيجي هنا كده لحد هنا كده لحد نص الشاشة يضايقك، لكن دلوقتي بقى زي الكمبيوتر. اوكي في اضافات تانية، لو في اضافات اي اضافة تانية يعني انا ضيعت وقت كبير كده كتير قوي. ماشي ضيعت وقت كتير في الفيديو ده وحاسس ان انا ناسي حاجه. تعال نشيك على الانفنتوري بس ان ما فيهاش اي حاجه انا ناسيها. ممكن اقول لكم يعني ازاي تصنع اللي هو ده هو اسمه ايه ده فاير وورك. تحتاج اللي هو ده فاير بول مش عارف ايه كده فاير وورك ستار مش بول ابدا سمول بول بس مش عارف ايه سمول بول. ماشي عشان تعملها محتاج بس صبغة او اللي هي باي. مثلا عايزين نعمل لون ابيض نجيب لايت جري. طب ازاي ممكن ده مثلا هنا ده مش هنا ده اساسا مش كرافتنج. ماشي عايزين اخضر لايم حلو حلو قوي اللايم دوت. انا الصراحة بحبه. فيلا محتاجين ورق. جيب ورق. اوكي بيك
عشان تعملها محتاج جبنة الورق وجبنة أي صبغة أو أي لون، ومحتاجين اللي هو ده اسمه ايه ده اللي هو جان باودر، في ايه تاني انا محتاجينه، هو محتاجين اسهل حاجة تجيب كرافتينج تيبل، ونيجي هنا كرافتينج تيبل فيها لاج على ما ده يحمل كل ده، وده وده ففي لاج اكيد هيحصل. تجيب اللي هو لايم باي او اي داي مع جام باودر وبس كده بكل سهولة، يعني اي حاجة تقدر تعملها بكل سهولة. وتجيب بون ميل هنا، يعني مثلا محتاج 2 ابيض 2 اخضر وماشي وبس كده. دلوقتي بقى الكرافتنج جاي بايس او طريقة الكرافتنج، تجيب ده هو ده فاير وورك ستار واللون، حطه هنا فوق خالص على الشمال، نحط تحته جام باودر، تحت جنب باودر، وتجيب البيبر تحطه على اليمين بس، وكده يبقى اتعمل اللي هو اللايم عشان حطينا الاخضر هنا. يعني نجيب الوايت، نجيب معلومة تانية انك لما تيجي بتعمل حاجة مش هتاخدها تدوس عليها وتحطها، لا تاخد تدوس عليها بس تتعمل. وتقدر تعمل صواريخ برضو عادية اللي هو الفاير وورك ده بورق وده بس مش هيولع، مش هيفرقع قصدي. اوكي اوريكوا دلوقتي قصدي، فكده خلاص اوريكوا التلاتة، ده اللايم اللي هو الاخضر، وده الوايت، وده اللي مش بيفرقع بس مش بيتكتب، ده اللي مش بيفرقع اللي احنا عملناه بالورق والجام باودر بس، يعني كده بس اللي بيحصل. وهنا ده اللي هو كان الوايت بتاعي، ايوه الوايت، ده اللي بيحصل في الكرافتنج جري بايس، سهل جدا، والحاجات اللي انت هتحتاجها مش صعب تلاقيها. وفاير وورك لوكت ده برضو ده اللايم الاخضر، روعة كلهم التلاتة، تعمل تلاتة باللي هو شوية حاجات، تعمل تلاتة دي تلاتة، انا عشان كريت عندي انفريت 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 انفريت. اوكي مش هيطول عليكم اكتر من كده، انا كده طولت اوي اوي 32 دقيقة ومش هقص منهم ولا لحظة، وهحط كمان المقدمة ونهاية وكده او انترو اوترو اصح يعني، وننهي كده. بس مش كده، ننهي كده. حد يعرف اللي احنا بناكله ده بنلاقيه فين؟ بنلاقيه في الانت، بوابة الانت، مش لما تروح عند بوابة الانت نفسها، لا تروح عند بوابة الانت بيعمل تليبورت كأنك انت اندرمان، تاكله تختفي تظهر في حتة تانية، وده كريبر يعني تموته يديك جام باودر، اكيد مفيش حد مش عارف يعني تموته يديك جام باودر، تستخدم الجام باودر انت. الجام باودر زمان ما كانش ليه لازمة قوي يعني، بس دلوقتي بقى نطلع منه اللي هو الصواريخ او الفاير وورك. بوابة الاند تروح تموت اتنين، او جليتش 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 جليتش، ده بيبقى موب اللي هو جليتش موب، عامل جليتش كده بس ايه الموب مش عارف، بيبقى احيانا اندرمان بيحصل جليتش بس ده في الاصدار 1.2 زومبي. وكده يبقى خلاص خلصنا الشرح ووصلنا للنهاية او للاند. بقول لكم شكرا على الدعم الرهيب، شكرا على 130 مشترك، واسف على القطع اللي انا قطعتها في الاخر، ويلا سلام عليكم. Okay, pay them niggas go, hey. Oh, we sell the clowns around, it look like circus show, hey.